إغلاق محلات صرافة غير مرخصة، ما هي قيمة هذا الإجراء؟ وهل يكفي لإيقاف عجلة الاقتصاد؟ لماذا لا تتخذ الشرعية منظومة إجراءات متكاملة لتعافي الاقتصاد؟ ماذا عن مكافحة الفساد المالي والإداري؟ أهلا بكم. عطفاً على قرار البنك المركزي، وجه وزير الداخلية أحمد الميسري إدارات الأمن في عدن وبقية المحافظات المحررة بإغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة كخطوة أولية لإيقاف تدهور العملة وإحكام السيطرة على السوق المالية في البلاد. ومنذ أيام يستمر مسلسل انهيار الريال اليمني في ظل عجز وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والفريق الحكومي المالي على إيقاف هذا التدهور واتخاذ خطوات مؤثرة لإنقاذ اقتصاد البلاد. الجدير بالذكر أن الفساد المالي والإداري في جهاز الدولة يعيش أزهى فتراته برعاية الرئيس هادي ونائبه ورئيس حكومته، بينما الشعب يواجه الموت من الجوع. وعلى الحكومة توفير الدولار بالبنك المركزي إلى جانب ضبط الصرافين الغير مرخصين، يوفروا الدولار بالبنك المركزي على أساس يستقر سعر العملة. إغلاق عشرات محلات الصرافة في عدن وتعز ومأرب خطوة جديدة نفذتها وزارة الداخلية في جميع المناطق المحررة، عطفا على قرار البنك المركزي إغلاق كل محلات الصرافة غير المرخصة من الجهات الحكومية المعينة. فما هي إذن أهمية هذه الخطوة؟ يعني لو قلنا أننا سنتجه إلى حل مشكلة المصارف بحد ذاتها فقط، فإن لا تحل ولا تلامس قضية المواطن وغلاء الأسعار، وإنما حل بسيط وجزئي. آراء المواطنين في أكثر من محافظة أجمعت على أن هذه الخطوة ليست كافية لإيقاف تدهور العملة وإنقاذ الاقتصاد الذاهب بسرعة نحو الانهيار. خبراء اقتصاديون رفعوا أصواتهم لتحذير الحكومة من التعويل على خطوات ليست رئيسية لإصلاح الخلل القائم، ولفت انتباهها إلى معالجات اقتصادية حقيقية يجب عليها اتخاذها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولعدم وصول الوضع إلى ما هو أسوأ. ليس الخبراء فقط من أصبحوا يفهمون ما يحدث في البلاد، فالمواطنون أيضا باتوا يرفعون أصواتهم منادين بإصلاح منظومة السياسة والاقتصاد والأمن كحزمة متكاملة يمكنها إنقاذ اقتصاد البلد. المشكلة لا تكمن في الجانب المصرفي فقط، يعني معالجة مصرفية بمعنى معالجة مالية فقط، وإنما يجب أن تكون أيضا معالجة سياسية بشكل عام. أولا قبل كل شيء يجب أن تفتح الموانئ حق الدولة بالكامل، من شحن إلى نشطون إلى ميناء المكلا إلى ميناء عدن إلى كافة الموانئ اليمنية بالكامل. لم تتخذ الحكومة الشرعية إجراءات عملية لوقف تدهور الاقتصاد، وأكثر من ذلك قامت بسحب جزء من الوديعة السعودية في البنك المركزي. المنظومة الاقتصادية بشكل عام تعاني من فساد إداري ومالي، ربما أقلها صرف راتب محافظ البنك المركزي بالعملة الصعبة وبما يعادل رواتب 300 موظف، بينما يعجز عن إيقاف تدهور العملة التي ارتفعت خلال أيام من 500 ريال للدولار الواحد إلى 530 أمام مرأى ومسمع جميع القاطنين في قصر المعاشيق. هل تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية ومتكاملة لإنقاذ الاقتصاد؟ أو بالأصح متى ستفعل الحكومة ذلك؟ لأنه إذا استمر الوضع بهذا الهبوط ستدخل البلاد مجاعة أسوأ مما هي عليه، وسيصعب تدارك ما يمكن تداركه اليوم. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية دكتور محمد القاهري مدرس الاقتصاد في جامعة تعز. من تعز مساء الخير دكتور. مساء الخير. أرحب بك وكذلك أرحب بالضيوف الذين سينضمون معنا عبر الهاتف. بداية دكتور، ما هي الإجراءات التي يجب على البنك المركزي اتخاذها للحد من إيقاف التدهور الذي أصاب الريال والاقتصاد برمته؟ بصراحة الخيارات التي بيد البنك المركزي محدودة في هذا الوقت، يعني لازم ناخذ بعين الاعتبار اولا انه احنا في ظرف حرب، وفي ظرف الحرب عادة ما يسود اقتصاد الحرب، واقتصاد الحرب هو فيه كل المخالفات لقواعد الاقتصاد، ومن المخالفات الرئيسية
المضاربة، والمضاربة بالعملة أيضا هي المفضلة لدى المضاربين باعتبار أن العملة من السهل نقلها وإخفائها إلى آخره إلى آخره، وبالتالي الخيارات محدودة للغاية. وحتى إذا اتخذت خيارات مثل قفل الصرافين أو الحد من قدرة البنوك التجارية على تمويل زبائنها من العملات الصعبة، فإنها تظل إجراءات جزئية. الحل الوحيد هو أن تنتهي الحرب أولا وقبل كل شيء، لأن الاقتصاد هو أن تعطي الحكومة إشارات لكل الاقتصاد، يعني للقطاع الخاص كله وللقطاع الحكومي، يقولوا لهم اركبوا معنا امشوا، ويضعوا السكة على القطار على السكة. هذا يتطلب أنه يكون في أمن، أنه في استقرار، أنه القوانين نافذة، أنه الملكية محمية، أنه المخاطر محدودة، وبالتالي يعني نعم. لكن اسمح لي دكتور، يعني هل هذا الإجراء محدودة، هل هذا الإجراء كافي للحد من تدهور العملة؟ هل يعني ما هي قيمته الحقيقية؟ هل ترى أن هناك قيمة لمثل هذا الإجراء، أو على الأقل هل هو يعد خطوة أولى في السير نحو إصلاح الوضع الاقتصادي؟ فيما يتعلق بقفل محلات الصرافين غير المرخصين، أولا هذا هو إجراء يعني هم غير مرخصين، وبالتالي إغلاقهم هو مطلوب كان من زمان حتى. نعم. ولكن أيضا حتى لو قلنا أنه لابد أن الحكومة تشجع الناس على القيام بأدوارهم، ونحن في ظرف حرب، معلش الصرافين يبقوا مفتوحين، في خطورة أنه هؤلاء الصرافين يشكلوا سلسلة لتجميع العملات الصعبة، ويعني سحب العملات الصعبة من جيوب المواطنين وهي بمقادير محدودة، ومن ثم إخفاءها للدخول بلعبة مضاربة، لأنه نعرف أنه المضاربة هي تشتي أنه الناس يأخذوا الأموال العملات الصعبة من السوق، وفي ظل انخفاض الأسعار سعر الصرف، ثم ينتظروا أن يضغطوا باتجاه ارتفاع أسعار الصرف ويبيعوا غالي وهكذا، لأنهم يبحثوا عن فوارق بالتعريف. مش ممكن المضاربين يستفيدوا إلا إذا كانت هناك فوارق، وبالتالي إغلاق محلات الصرافة هو يمثل إغلاق نقاط لسحب وامتصاص السيولة الذي موجودة لدى الخواص ولدى الأسر ولدى المسافرين، وهي مبالغ محدودة صح، ولكن أيضا تجميعها قد يساعد المضاربين بالعملات والمهربين إلى آخره. الإجراء هو صحيح يعني من الناحيتين، سواء لأنه مش مرخصين أو لأنهم ممكن يسحبوا الأموال. نعم. في ظرف الحرب الحرج لابد أنه تبقى وظيفة الصرف تكون بيد البنوك التجارية وبيد الصرافين المرخصين الذين لهم علاقة طويلة مع الحكومة ويعرفون كيف تمشي تسير الأمور. نعم، لكن أيضا يعني المخاطر من إغلاق مثل هذه المحلات، هناك ربما ستظهر سوق سوداء لتجارة لسحب العملة، يعني هل هذا الإجراء سيكفي للحد من هذا التصرف؟ لا، هو لا يكفي على الإطلاق، هذا يعني هو ليس إجراء للوقف التدهور. التدهور هو له أسباب أخرى كثيرة، ولكن السبب الرئيسي هو أنه نحن في اقتصاد حرب. لابد أن نعرف أنه اقتصاد الحرب معناته أنه كل القواعد، كل قواعد الاقتصاد ما تمشيش، لا تطبق، وتطبق قواعد خامطية، قواعد استثنائية، قواعد تنفع المضاربين، تنفع المهربين، تنفع المخربين. بالتالي لابد أنه الإجراء الصحيح هو أنه يكون في تدابير جهود الحكومة والمواطنين والأحزاب أنه تنتهي الحرب. لابد أن تنتهي الحرب، ينتهي الانقلاب، تنتهي تبعات الانقلاب وآثاره، ومن هنا يمكن للجميع أيضا أن يتعاونوا من أجل رسم لوحة جديدة يكون فيها انضباط لكل الأطراف. نعم، اسمح لي دكتور، يعني نعم، أنت تتحدث منذ البداية أن هذا اقتصاد حرب، لكن هل تعي الحكومة أننا في وضع حرب، وأن هذا الاقتصاد اقتصاد الحرب يعني يسوء يوما عن يوم، حتى تتخذ إجراءات حقيقية للحد من هذا السوء؟ يعني هل فقط مجرد أن أعرف أن هناك اقتصاد حرب وهو يتيح لجميع المخالفات بالظهور، فبالتالي أنا أظل أتفرج لأننا في حرب؟ هل الحرب شماعة كافية للحكومة لأن نقول بأنها لا تستطيع اتخاذ أي إجراء؟ يعني هو لو احنا عاتبنا الحكومة ليش تتعذروا بالحرب، ممكن يقولوا لنا بسهولة الحرب أصلا فرضت علينا ليست خيار،
حتى نوقفها عندما نشاء أو نحد من تأثيرها. هذا أول نقطة، وبالتالي في لدينا صعوبة أن نطرح السؤال على الحكومة، يعني هو وضع بكل المعاني هو وضع حرج. نعم، إذا اسمح لي دكتور أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ حسام السعيدي الباحث السياسي والاقتصادي من أنقرة. مساء الخير أستاذ حسام. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ حسام. كنت تساءلت مع الدكتور محمد القاهري وهو ضيفا عبر الأقمار الصناعي، كنت استمعت إلى أن هل اقتصاد الحرب الذي يشكل ربما فرصة سانحة لكل المخالفات الاقتصادية أن تظهر، هل هو عذر حقيقي للحكومة بحيث أنها لا تستطيع أن تحد من هذا السوء الحاصل للتدهور الاقتصادي؟ في حقيقة الأمر لم شاهد كافة أو منذ بداية الحلقة، ولكن في حقيقة الأمر نعم هناك اقتصاد حرب، وهناك نستطيع أن نقول حالة من الفوضى، لأن الوضع حاليا قادم بعد مركزية شديدة كانت في صنعاء، وبالتالي هناك ضعف الحقيقة في المؤسسات، لا أحد يمكن أن ينكر ذلك. ولكن في المقابل أيضا قد نفهم أنه منذ عام أو خلال عام أو عامين تكون هناك حالة ارتباك في العمل والأداء الحكومي، لكن أن يستمر هذا الارتباك والارتباك لمدة 4 سنوات فهذا أيضا دليل آخر أو مؤشر على وجود فشل في إدارة الوضع والملف الاقتصادي. في حقيقة الأمر هناك ارتباك ليس فقط في إدارة وتحصيل إيرادات الدولة وبالتالي إعادة توجيهها بشكل سليم، لكن أيضا هناك حالة، لا أدري، ربما نقول هناك أيضا فساد فيما يتعلق بالنفقات العامة للدولة. في اقتصاد الحرب يجب أن تكون هناك موازنة عامة تقشفية جدا، وأن يتم العمل على حشد الموارد الموجودة وتوجيهها في إطارها السليم والإطار المحدود. طبعا نحن أيضا لابد أن نتكلم ونتحدث هنا بأن الحكومة هي تحمل الملف المدني فقط، بينما يتحمل التحالف أو تكاليف الملف العسكري. ماذا لو كانت هذه الحكومة هي التي تواجه الحوثيين لنفترض بعد 4 سنوات؟ ماذا لو توقف التحالف؟ ما هي خطة الحكومة للعمل العسكري؟ العمل الاقتصادي الحقيقة الآن الذي يجب أن تقوم به الحكومة هو الجانب المدني فقط، وبالتالي حشد هذه الموارد وتغطية الجانب المدني إذا كان فيه فشل فماذا سيكون عليه الحال مثلا في حالين؟ الحقيقة اقتصاد الحرب لا يعني أن نستسلم للأوضاع ونضع الحبل على الغارب، وإنما أن نحشد الموارد المتاحة قدر الإمكان وتوجيهها بالشكل السليم، وأن نقلل ونقلص النفقات غير اللازمة وغير الضرورية وبما يقدم الخدمة للمواطن في حدها الأدنى. نحن لا نطلب من الحكومة ولا يطلب المواطن الحقيقة من الحكومة أن يعيش في حالة ترف في هذه الفترة. نعم، ربما من لا يعيش حالة ترف هو المواطن فقط للأسف الشديد. حسام، دعني أنقل هذه النقطة لضيفي دكتور محمد. دكتور محمد، يعني ربما طلعت على أكثر من مقال وحديث أيضا الأستاذ حسام في مسألة ما الذي على الحكومة عمله، هو حشد الموارد المتاحة والتقليل من النفقات غير الضرورية. يعني حكومة تتجاوز 30 وزير وتتجاوز أيضا بوكلائها المئات، و يعني الدبلوماسية هناك عدد مهول أيضا في ملحقاتها الخارجية، وهي حكومة حرب تعيش اقتصاد حرب. هذا الترف الذي تعيشه الحكومة، هل بالإمكان على الأقل أن تتخذ خطوات بما هو متاح لها، حشد الموارد المتوفرة وحسن توزيعها وأيضا التخفيف من الصرفيات غير المبررة؟ بالتأكيد عادة لدى الحكومات أدوات مالية، أدوات نقدية لمعالجة الاختلالات، ولكن أيضا يعني الاختلالات في حالة الحرب يقول لك هي حاجة بسيطة بالمقارنة مع وضع الحرب. ولكن بشكل عام أنا أشوف أنه لما نقول حشد الموارد يعني لابد أنه نقصد بحشد الموارد معناته حشد الضرائب والرسوم. فإذا كان عمليات الاستيراد والتصدير موقف فإن الرسوم والجمركية هي يعني معدومة تقريبا. أيضا الضرائب قطاع الأعمال يعاني، أيضا يتحمل تكاليف عالية ولا يستطيع أن
يدفع ضرائب، الضرائب على الاستهلاك أيضا ستكون محدودة بسبب انخفاض الاستهلاك. إذا حشد الموارد باقي معنا إيش؟ باقي معنا رقم واحد النفط والغاز، وربما المساعدات التي تأتي من الخارج هو الشيء الوحيد الذي نقدر نعاتب الحكومة لماذا لا تبيعون الغاز والنفط. وهذه قضايا لا ندري ما هي التعقيدات، قد تكون هناك تعقيدات فنية تحول دون تمديدات الغاز والنفط إلى الموانئ، يعني قضايا كثيرة شائكة. الشركات النفطية أيضا التي كانت تقوم بالإنتاج لا شك أنها خافت على تجهيزاتها وعلى أعضائها ووقفت أو قلصت، إذن المشكلة تظل دائما قائمة. بالنسبة للمساعدات الخارجية التي كانت مصدر لتمويل المشاريع الاستثمارية فإنها أيضا محدودة جدا في هذه الفترة، لأننا في حالة حرب. ربما أن البرامج التي تمول بعض القضايا التي لها علاقة بميزان المدفوعات والحاجات هذه ربما مستمرة من طرف البنك الدولي، ولكن أيضا تظل محدودة. بالنسبة لتقليص الإنفاق أنا معكم أنه يمكن تقليص بعض الإنفاق بطرق عديدة، مثلا لا ندري إن كان الوزراء يستلموا هذا العدد، هذا الجيش الهائل من الوزراء والوكلاء والنواب والمسؤولين بينما الشعب لا يلقى ما يأكل، هذا طبعا سلوك غير سليم. أيضا السلك الدبلوماسي أيضا في الجيش هناك عدد كبير ويتزايد، قضايا هي بحق يعني لازم أنه الحكومة تتخذ مواقف، ولا أجد أنه ممكن تقدم لنا مبررات مقبولة بهذا الخصوص. هناك هامش لتخفيض الإنفاق. بالنسبة للفساد، مكافحة الفساد، عندما نقول بالنسبة لي أنا الفساد والحرب هما خوين، هم شيء واحد، خطين متوازيين، وبالتالي إنهاء الحرب شرط لإنهاء الفساد بشكل جذري. بالنسبة لحشد الموارد لتقديم الخدمات أيضا نفس الشيء، إنه ربما في الفترة الحالية ربما يتركز جهد الحكومة كثير والمجتمع والمنظمات المدنية والأحزاب على الإغاثة. هو نحن لدينا برنامج طارئ للإغاثة، وينبغي أن تتركز الجهود على هذا الموضوع، على هذا البرنامج، لا نروح نبحث عن أشياء أخرى التنمية الاقتصادية لأنه هذا مش وقته. لازم أنه القطار لا يوضع على السكة إلا عندما تكون الظروف مهيئة، ما نودش الركاب للهوية، لكن الإغاثة الآن مطلوبة. في معانا البرنامج الطارئ، في معانا الجناح الذي يتعلق من الإغاثة ببرنامج إعادة التأهيل، هذه قضايا ينبغي العمل عليها الآن، وهي قضايا كل الناس، الحكومة إلى جانب المنظمة المدنية إلى جانب الأحزاب إلى جانب المواطنين، أنه لازم مسائل الإغاثة تتم بصورة جيدة، ولابد أنه يطلبوا اليمنيين حكومة وشعب المزيد من الإغاثة من الخارج، لأنه نحن بأمس الحاجة في الإغاثة. في ناس يموتوا جوع، في ناس توقف التعليم، في ناس ما عندهمش أدوية، هذه مسائل لابد أنه نعود إلى الصواب وإلى العقل وإلى الإنسانية والضمير ونطالب بتحسين هذه الأشياء وهي قابلة للتحسين. نعم، إذن أعود إليك أستاذ حسام. أستاذ حسام، برأيك يعني ما هي المؤسسات المعنية إلى جانب البنك المركزي في حال الوضع الاقتصادي؟ يعني ربما الناس ينتظرون من البنك الكثير من الأمور، أيضا الوديعة التي دخلت إلى البنك استبشر الناس خيرا بأنها ستأتي على الأقل لصرف الرواتب في جميع أنحاء الجمهورية، ولكن لم يحدث من ذلك شيء، هناك اشتراطات معينة لوجود هذه الوديعة. برأيك من يمكنه أيضا أن يضع حلولا بجانب البنك المركزي؟ نعم، الحقيقة هناك ربما مفهوم خاطئ، وهو أن الوديعة السعودية هي قادمة لصرفها على المرتبات وإلى آخره، وهذا المفهوم غير صحيح، لأنها هي قادمة لدعم احتياطيات البنك المركزي ودعم قيمة الريال، وبالتالي هي تستخدم في السياسة النقدية، وقد تستخدم أيضا في إقراض الحكومة، ولكنها لا تعتبر أموال إنفاق يتم إنفاقها يعني بشكل مباشر. لكن من جهة أخرى، لكن أيضا لم تستقر العملة حتى بوجود الوديعة أستاذ حسام. يعني نعم، يعني لأن هناك أسباب مختلفة أيضا لاستقرار العملة، ليس فقط الأمر منوط بالبنك المركزي فقط. سأتحدث عن الحكومة يعني من جهة أخرى، ثم ربما نعود للحديث عن دور البنك المركزي وما قدمه. بالنسبة للحكومة، وزارة المالية هي المعنية بالأساس الحقيقة في تخطيط مالية الحكومة وتحصيل إيرادات الحكومة وتحصيل نفقاتها وصرف نفقات الحكومة. وزارة المالية مع الأسف تقريبا في حالة شبه توقف، والإيرادات جميعها لا تصل إلى البنك المركزي في عدن. بالتالي الحكومة هي عاجزة في حقيقة الأمر عن صرف النفقات أو عن إيجاد الإيرادات لصرف النفقات، وبالتالي هنا تظهر المشكلة.
تحتاج الحكومة لكي تصرف إما لوسائل مختلفة لكي تسد العجز الموجود، منها أنها تلجأ للاقتراض أو أنها تقوم بطباعة العملة المحلية، يعني طبعا إصدار عملة جديدة بدون غطاء نقدي. وهنا تكمن المشكلة الحقيقة، هذه من ضمن المشاكل، أنه الإصدار المتواصل للعملة يؤدي إلى يعني وجود المال بيد الناس ولكن ليس لديه قيمة عبارة عن أوراق، وبالتالي هنا تكمن المشكلة. إذا الحكومة تقوم بإصدار نقد جديد وبالمقابل لا يوجد الحقيقة، لا نقول لا يوجد ولكن هناك قلة في حشد الموارد وبالتالي تغطية جزء من النفقات من ودورة اقتصادية بحيث تكون هناك دورة اقتصادية مستمرة مع الأسف. وبالتالي فإن دور وزارة المالية الحقيقة دور مهم ومع الأسف هو شبه غائب. رأينا كما ذكرنا من قبل موازنة صماء غير معروفة، حجم العجز فيها كبير ولكن حتى أيضا وصفت بأنها تقشفية لكن لم نطلع على تفاصيلها بعد. إذا من في الخلاصة يعني البنك المركزي هو رديف للعمل الحكومي وهو إن كان مهتم بدرجة أساسية بكبح جماح التضخم أو يعني حفظ الاستقرار الاقتصادي بشكل عام ولكنه أيضا مهتم بالعملة الوطنية. ما قدمته الوديعة السعودية، الوديعة السعودية حقيقة الأمر هي مبلغ ما يزال بسيط جدا، يعني في أي اقتصاد عالمي ربما لن تجد أن البنك المركزي إلا يعني في حدود دنيا بأصول تصل إلى 2 مليار دولار فقط. ولكي نعلم إذا كان باب الاستيراد مفتوح كما كان قبل الحرب فإن 3 مليار دولار تقريبا لن تكفي إلا خلال 3 شهور، يعني للاستيراد لفترة 3 شهور فقط. بالتالي هي ما زال البنك المركزي أيضا في خطر، وبالتالي حتى في حال إقدامه على اتخاذ سياسات كبيرة في السوق قد تؤدي إلى استنفاذ هذه الوديعة بالكامل. وبالتالي أنا برأيي أن البنك المركزي حريص في هذا الأمر وحريص على استخدام هذه الوديعة. هناك بعض الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرا وسأشير إليها بسرعة. النقطة الأولى ما ذكره البنك بأنه سيقوم بتغطية الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية. في حقيقة الأمر نعم، ربما أن موضوع الاعتمادات المستندية غير كافي للسلع الأساسية لحفظ قيمة الريال وتوقف المضاربة في السوق، لأن هناك سلع أخرى من ضمنها مثلا المشتقات النفطية في ظل عدم وجود اكتفاء ذاتي يعني محلي من الانتاج. لكن ايضا بالمقابل هذا الجزء ربما قد يحفظ، هو الهدف منه في الاساس انه تقليل، لان تقليل الطلب على الدولار بحيث انه التاجر بالاساس يعني التاجر الذي يستورد المواد الاساسيه يجد سهوله في ايجاد الدولار وبالتالي يحصل استقرار ما في سعر هذه السلع في الاساس. هذه هي النقطه الاساسيه. لكن ايضا هذا ربما لم يكن كافيا ما دام ان لا توجد مصادر اخرى غير ما يقدمه البنك المركزي. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالنسبه لما اعلن عنه البنك المركزي عن فتح او اعاده اصدار سندات حكوميه. السندات الحكوميه في حقيقه الامر هي عباره عن ديون للحكومه ذاتها، وبالتالي نحن نتوقع وهي ربما خطوه تستهدف يعني حلين او حل مشكلتين. المشكله الاولى انها توفر جزء من التمويل للحكومه بحيث الحكومه تحصل على تمويل غير تضخمي، بمعنى ان هذا التمويل هو نتيجته ليست كنتيجه الاصدار النقدي الجديد لانه يعتبر تمويل غير تضخمي، وايضا في المقابل يسيطر على معدل التضخم في السوق بحيث يتم سحب الاموال من يد الناس يعني. لكن في حقيقه الامر ما تزال هناك بعض المشاكل امام البنك المركزي، ومنها اهم النقطه الثقه بالحكومه، لان هذه الديون هي ديون على الحكومه في بطبيعه الحال، وبالتالي هل ستوفي الحكومه بهذه بالدين خدمه الدين يعني الفوائد؟ هذا سؤال ما زال يعني غير واضح الحقيقه بسبب الوضع الامني وان الحكومه غير مستقره تماما. طبعا البنك المركزي يمثل ضامن لهذا. في نهايه المطاف طبعا المواطن هو يريد ان يلمس خدمه مباشره، ولكن في وضع الحرب هذا الذي نعيشه وفي ظل مشكله اخرى هي ان التقاسم الجغرافي بين الانقلابيين والحكومه، الاجراءات ستطول بعض الشيء يعني لن تكون مباشره، وخاصه ان عندما نصدر سياسه نقديه اثرها لن يكون مباشرا. نعم اذا شكرا، ياخذ فتره زمنيه. نعم نعم شكرا جزيلا لك حسام السعيدي الباحث السياسي والاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة. أطلب منك دكتور محمد القاهري أن تبقى معنا أنت وسادة المشاهدين، نذهب فقط لهذا الاستطلاع البسيط لرأي الناس. أعتقد أنه هذه جزء من الحلول لكنها ليست الحل كامل. نحن نتحدث عن رزمة من الحلول الاقتصادية يجب أن تقوم بها الشرعية ومن خلفها التحالف العربي بصفته معني بهذه القضية بدرجة أساسية. نحن نتحدث عن هذه هي فعلا حلول
بسيطة يمكن عن تلاعب إلى حد ما، لكن ما يمكن أن يحد من تدهور العملة وتدهور الوضع والانهيار الاقتصادي داخل البلد هو إعادة إنتاج المرافق النفطية، إعادة تصدير الغاز، إعادة تصدير النفط، هو إدارة المناطق المحررة، إدارة المويه بحيث انه تستوعب كثير من الطاقه الانتاجيه، تفعل كثير من المؤسسات الانتاجيه. بالنسبه لارتفاع الاسعار، طبعا احنا داخلين على عيد وداخلين على ما يعني مدارس، ارتفاع اسعار جنونيه في مقابل صرف الريال والدولار. كان الدولار ب 250 اصبح ب 500، الحين ب 520، والاسعار الحاجه اللي الواحد كان يشتري ب 100 اصبح ب3، واللي يشتري بريال اصبح ب10، فالاسعار اصبح ايش؟ في ارتفاع. طبعا هناك قائمه عممها البنك المركزي بالمصارف الغير مرخصه، بموجب هذه القائمه وبالتعاون مع فرع البنك المركزي في المحافظه تم النزول واغلاق عدد من المصارف، يعني وصلت الى يوم امس بحدود 21 مصرف. إذن دكتور محمد، استمعت لآراء الناس وربما سؤال الذي تبادر إلى الذهن، يعني لماذا غابت الدول الصديقة والمانحة لليمن في هذا الظرف العصيب؟ يعني هناك تدهور غير عادي للعملة، هناك عجز حقيقي للحكومة، وهناك يعني ازدياد معدلات الفقر، ازدياد الأسعار بشكل جنوني بما لا يحتمل المواطن اليمني الذي فقد راتبه وفقد مصادر كثيرة من دخله. هذه هي المشكلة، أنه الحروب دائما يروح ضحيتها الكثيرين من الأبرياء للأسف الشديد. وبالتالي لو نظرنا إلى الطريقة اللي يمكن بها نحرق المانحين وشركاء اليمن في الخارج ويعني إخواننا في الخليج، نقول لهم لازم تجيبوا مزيد من الدعم والتمويل حتى نستطيع أن نخفف من عبء هذا الوضع. تقنياً مادياً في صعوبات لهذا، لأنه لابد أنه نحقن هذا التمويل في آلة اقتصاد شغالة، لازم القطاع الخاص يكون ماشي، لازم المصانع تشتغل، لازم النقل يكون ماشي، لازم الوضع النقدي والمالي يكون مرتب. في ظل الحرب هذا غير ممكن. الشيء الوحيد في تقديري الذي يقدر يعملوه المانحين انه الى الان ما زلنا نرث ما عرف في حكومه باسندوا باطار المسؤوليه المشتركه، وهو اطار جعل مسؤوليه الحفاظ على توازن متغيرات الاطار الكلي للاقتصاد، يعني موازنه الحكومه، سعر الصرف، التضخم الى اخره، خدمه الدين الخارجي، كان في رقابة لهذه المتغيرات بحيث أنها لا تنهار وبالتالي لا تعرض أيضا الفاعلين الاقتصاديين الذي أتكلم عليهم الشركات إلى آخره إلى الرعب والخوف والتوقف عن النشاط. كان في ضبط لهذه المسائل في إطار ما سمي بإطار المسؤولية المشتركة الذي فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفيها المانحين من دول ومنظمات أخرى مع اليمن كانوا يتعاونوا مع الحكومة، ولكن مع الانقلاب والآن لا يمكن عمليا تقنيا أن نطبق تلك الإجراءات، لأنه لو قلنا بنطبقها بشكل أو بآخر الآن لدينا سوق مبتور، لدينا منطقة خاضعة للانقلابيين وهم أيضا يعني ممكن يقولوا للأطراف الدولية أنه أوكي إحنا بنطبق الإجراءات اللي تقولوا عليها بالكلام، ولكن على أرض الواقع لا يطبقون. وبالتالي احنا لدينا سوقين وليس سوق واحد، تقريبا لدينا اقتصادين لو اردنا ان نطبق اجراءات من هذا النوع في صعوبه شديده. اذا يعني لو الواحد يدور على حلول كذا بهذا الصدد، ربما انه الناس، كل الناس اليمنيين اول مره يبداوا يتعاونوا ويتفاهموا ويتفقوا على خطوات مشتركه، انه يكونوا اول مره مع بعض، انه يكون قرارهم واحد على الاقل اصحاب الشرعيه، هذا شيء اساسي. وربما كل شخص، كل فرد هو مسؤول أيضا أنه يتصرف تصرف سليم، أنه يعمل فقط ما هو صح،
لأنه مش ممكن نصحح بدون ناس ما همش صح، مش ممكن نصلح بدون ناس ما همش صالحين. والربشة اللي موجودة الآن مع الحرب أنا أشوف إنه كل الناس مربوشين، وبالتالي بمن نصلح؟ هذه مشاكل كبيرة. لما نزيد نلوم الخارج أيضا فيها عيب، إنه مفروض إنه إحنا أول مرة نسد ونعمل الحاجة بالشكل الصحيح، وبعدين نقول للأجانب تعالوا يعني ساعدونا، تعالوا انقذونا، تعالوا دعموا. ما أعتقدش إنه الأجانب بيقصروا بهذا الخصوص. أنا أشوف إنه الأجانب وخاصة دول الخليج يعني يلعبوا دور كبير جدا فيما يتعلق بالحفاظ على العملة، بتقديم الدعم للبنك المركزي من أجل إدارة شؤونه وعمل الصفقات الضرورية إلى آخره. هذا موقف تمام. الإغاثة أيضا ماشية ولكن بشكل محدود، هو مفروض نشتغل على هذا الجوانب. نعم، إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور والعافية. نعم، إذا بدأت معك بسؤال نوعا ما فضفاض دكتور محمد، كيف تقيم إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية والإنسانية منذ بداية الحرب؟ التقييم فاشل، لأنه الحكومة اليابانية إلى الآن فشل بداية من عملية التواجد على الساحة اليابانية في إدارة يعني مرافق. وثانيا لأنه الحكومة إلى الآن لم تخلص إلى طبعا هنا الحرب والتحالف له دور والمعركة القائمة العسكرية لها دور، ولكن كان يجب أن يكون هناك ما يسمى باقتصاد الحرب الذي كان يجب أن الحكومة أن تراعي أشياء كثيرة من ضمنها المحافظة على تطور الريال اليمني، ومن خلال تجميع أو تكتيب الإمكانيات الاقتصادية للموارد اليمنية للدولة بحيث أن تصبح هناك قدرات. إحنا قلنا على كلام من بداية الحرب. نعم. ونعيد ونكرر. نسمع هناك أنه في حلول ومحلول. يا سيدتي هذا كل الكلام زي ما قلوها لصنع كل الكلام لغاج. كلام فاضي. كلام ما فعنا. أنه الآن أنا المانح وأساسا لن تدخل مع إن لم يكن هناك في مشروع اقتصادي وهناك قوية اقتصادية. وهذا الكلام لا يمكن أن يطبق في مرحلة الحرب أولا. ثانيا الآن هي مرحلة حرب، وبالتالي كان يجب أن يكون هناك اقتصاد يسمى اقتصاد الحرب، بمعنى المحافظة على قيمة الريال من الانهيار عن طريق إثبات تثبيت سعر العملة بزيادة الموارد للعملة الصعبة، ويتم ذلك من خلال حاجتين. أولا دول التحالف تضخ سيولة مالية زائد إمكانيات الشرائية للمشتقات النفطية أو دعم البلاد بالمشتقات النفطية، لكن تصدير ما يمكن تصديره من النفط الخام، أقل حاجة من النفط الخام الموجود في المسيرة، لأنه هو الذي مفتوح الآن في يد الدولة بإمكانية أن يصدره إلى الخارج عكس مالب الذي هو يمر عن طريق الاستثمار وتبون سيدة، ولا زال الحوثي سيطر على هذا الخط البدائي. وبالتالي الحل الوحيد بدون ما ندخل في كلام واقتصاديين يروحوا واقتصاديين يجوا، الحل الوحيد الآن هو عبارة عن حل تثبيت سعر. كيف يمكن ذلك دكتور؟ يعني مثلا كتب الأستاذ أحمد غالب، هو خبير اقتصادي ومسؤول سابق في الضرائب، أن وقف التعيينات والضرائب العبثية وتخصيص الموارد المتاحة لمواجهة الحتميات من الالتزامات والمصروفات جزء من حل المشكلة. هل يعني هناك حلول أخرى أضف إلى ذلك؟ هل تتفق مع هذا؟ يا سيدتي هذا جزء، هذا بيغني في غنية واحدة يعني في مشروع بسيط. يعني نحن نتكلم في استراتيجية عامة، وهو استراتيجية تمكين الدولة من إمكانيات، بمعنى إن لم يكن التحالف مقتنع قناعة تامة بأنه بيع النفط اليمني سوف يحقق توازن بسعر العملة اليمنية. لكن اسمح لي دكتور محمد، يعني أتفق معك جزئيا، ولكن أيضا الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الشعب. يعني تجد أنها حكومة فضفاضة، يعني من أكبر الحكومات، الدول المستقرة لا تعين هذا العدد من الوزارات، فما بالك بدولة تعيش الحرب، التعيينات المستمرة، عدم الحفاظ على الموجود، وأيضا موازنة الموارد الاقتصادية ومحاولة يعني الضغط على التحالف في السماح لتصدير النفط وأيضا استغلال الموانئ كما يجب وما إلى ذلك من الأمور. نشعر أن الحكومة تظل تتفرج هكذا، تضع يدها على خدها وتتفرج على الريال وهو يهبط وكأن الأمر لا يعنيها.
شوف يا سيدتي الحكومة اليمنية بكل صراحة، أنا لو ندافع عن قريشه أنا لست في الحلقة هذه ندافع فيه وقبل وبعد الحكومة اليمنية حكومة، وإذا أردت أن أتكلم ساعة عن وضع الحكومة وسياسة الفشل الاقتصادي فأنا أقول هي الأساس وهي التي لا تمتلك إلى الآن برنامج اقتصادي للحرب بحيث أنه يعمل على إخراج الناس وإخراج الدولة وإخراج المؤسسات الدولة من مصيبة الفشل الاقتصادي. أكيد الدولة لها دور، ولكن نحن نقول يا حكومة أمام خطوة، الخطوة الأولى يا أمام وضح العالم أن أنتم دولة وماسكين الدولة، هذا الخط وجود الدولة وخرج خارج صحيحة، أو تقول هناك يعني عطف هذا أتى من اتجاه محدد. الآن لا ندري أين الاتجاه المحدد، هل الاتجاه المحدد هو الحكومة اليمنية الفاشلة في عدن والذي إلى الآن وإلى اللحظة لم تستطيع أن تسيطر على نفسها، أم أن هناك يعني الدول التحالف على رأسها الإمارات هي التي تعمل على إفشال الحكومة اليمنية، لأنه إلى الآن معظم ما يتم في الجمهورية اليمنية هو نتيجة تدخل التحالف، سواء الفشل العسكري أو الفشل السياسي أو الفشل الاقتصادي الذي الآن سوف يصل الريال إلى 125، فأنا قلتها قبل حوالي 3 سنين عندما كانت الدولة ب 260 و230 كنت أقول له بيوصل إلى 350، وأنا قلت قبل سنة سوف يصل إلى 500، وأقول الليلة ومن هذا المنبر أن الريال اليمني سوف يتجاوز 6 ريال إذا لم يكن هناك يكون إيجاب عن طريق تسطيب الكميات من النفط الخام حتى يتم تثبيت الريال اليمني بسعره العالمي، بمعنى أنه يصبح هناك عبرة صعبة بإمكان الدولة أن تستورد أو التجار أن يحصلوا على الريال الدولار المصطفى كي لا يضرب سعر الريال اليمني، لأنه إن لم يكن هناك مداخل للدفع من الدولار فلن يصبح الدولار، لن يصبح الدولار. إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد أزوبة الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة لك دكتور محمد القاهري. دكتور محمد، يعني مسألة تصدير النفط الخام، يعلم الجميع أن السعر الدولار يتأثر بالطلب والعرض، يوجد طلب ولا يوجد عرض، لا يوجد تصدير نهائيا للخارج، وهذا يؤثر في انعدام العملة الصعبة في البلد. برأيك التحالف لما لم ينتبه لهذه النقطة، أو لنقل لما لا يمكن الحكومة من تصدير النفط الخام عبر الموانئ المحررة؟ يعني السؤال الذي يعني يجعل الناس يستغربون، لماذا جاء التحالف إن لم يمكن الحكومة فعليا من إدارة مواردها المتاحة على الأقل؟ يعني هو الحكومة اللي طلبت التحالف أن يأتي، والقوى السياسية كانت كلها مع الرئيس هادي عندما عمل هذا الطلب، لكن الآن مثلا هل إذا الحكومة عملت خطة أو أقرت خطة تعتمد على تصدير النفط، هل المناخ مناسب أنه النفط هذا بيجيب لها دخل كبير جدا؟ الأسعار هي ما هيش مرتفعة كثير جدا، وبعدين لا ندري نحن ربما أن الحكومة تصدر جزء من النفط. أنا شخصيا ما عنديش، لأنه ما عاد فيش نشرات تجي من الوزارات، ما عاد فيش نشرات تجي من البنك المركزي، في كثير من المعلومات مخفية، وبالتالي لا نطلق أحكام أنه لماذا لا يحدث هذا الشيء أو ذاك، لا ندري ربما يحدث جزئيا. ولكن أيضا كم عائد النفط؟ إذا كان في شركات كبيرة وقفت أو انسحبت معناته أنه كمية الإنتاج ستكون قليلة وعائدها يكون قليل، وهذا لا يسد العجز. الحل الجذري هو أنه الاقتصاد يستعيد العمل بطاقته الكاملة حتى يقدم عرض أولا في الاقتصاد الحقيقي من السلع والخدمات، هذا هو الغطاء الحقيقي. العملة هي غطاء فوقي، لابد أنه يكون فيه كثير إنتاج أولا وبعدين كثير صادرات، بهذه الطريقة نستطيع أنه نجذب عملات صعبة من مداخل مختلفة من مصادر مختلفة، ليس فقط النفط أو
الوديعة السعودية أو القروض اللي تجي من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لابد أن يكون في تنويع، لابد أن يكون في تبادل مع القطاع الخاص نفسه يصدر حتى بدون ما يكون في يعني تدخل مباشر من الحكومة في العقود اللي في هذا. يعني لابد أن مكينة الاقتصاد تكون شغالة. هذا بصراحة ما فيش حلول غير هذا. نعم. وهذا لماذا لا يتخذ مثل هذه الإجراءات؟ لنا نغرد الحرب تتوقف فورا. نعم دكتور، يعني ربما 3 سنوات ونحن نتحدث في هذه النقطة، لما لا تتخذ الحكومة إجراءات؟ ربما جميع الخبراء الاقتصاديون كتبوا في هذا المجال، تحدثوا للقنوات، أفصحوا عن خطط، الكثير من الحلول التي طرحت حتى لا يتفاقم تدهور الريال أمام الدولار، ولكن وكأن الحكومة لا تقرأ شيئا ولا تسمع شيئا ولا تريد أن تعرف. يعني من غير المنطقي أن الحكومة لا يوجد لديها خبراء اقتصاديين يفهمون في هذه المسائل يشيروا عليها أن تتصرف وفق هذه الأمور. برأيك ما السبب الذي يجعل التدهور الاقتصادي حاصل إلى هذا الحد خلال 3 سنوات والحكومة لم تعي بعد ما الذي يحدث؟ هو أنا أقول لك إنه مش فقط الحكومة اللي هم مجانين يعني ما يعملوش الحاجة الصحيحة، ولكن ذكرت إنه حتى الأطراف المانحة والأطراف الدولية هي أيضا ما تعملش الإجراءات التي يفترض أن تعمل. لا ندري لماذا. أنا كلمتك عن إطار المسؤولية المشتركة الذي بموجبه مفروض إنه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمانحين سواء من الدول العربية أو من الدول الغربية لازم يقدموا يعني تدابير، ولازم يقدموا دعم للحكومة سواء دعم مادي أو بالاستشارات أو بأي حاجة حتى إنه الوضع يستقر الاقتصادي، لأنه لهم مصلحة أيضا في ادخارات الحين الآن في اقتصاد واحد العالم كله قرية واحدة، وبالتالي المدخرين في العالم يتضرروا من وجود تدهور لقيمة المدخرات في اليمن مثلا. يعني إنه في إجراءات وتدابير يفترض أن تعمل حتى لصالح الأجانب لو مش لصالح اليمنيين، ولكن هذه التدابير لم تتخذ، مما يدفعني إلى الاعتقاد أن هناك فعلا صعوبة موضوعية تقنية. نحن خارج اللعبة لا نرى الأمور على حقيقتها، وبالتالي نظل نطالب لأنه نحن قلقين من الوضع، قلقين من المعاناة التي تواجهنا كل يوم. نعم هناك أيضا مخاوف دكتور بدافع هذا القلق أنه يطالبوا، ولكن هل أيضا ممكن؟ ما يعني يبدو لي أنا أنه أقول أنه مش ممكن حتى يثبت العكس. نعم هناك أيضا مخاوف أن يتجاوز سعر الدولار إلى 6 ريال، يعني عفوا نعم لكن هناك إلى 600. يعني الآن هناك مشكلة اقتصادية تهدد البلاد بمجاعة توقف إيرادات وتضخم مالي، ما هي الحلول العاجلة التي يجب على الحكومة اتخاذها؟ يعني 1 2 3 هذا ما يجب على الحكومة اتخاذه على الأقل لأن يتراجع الريال، أن يسترد جزء من عافيته، أن يشعر المواطن أن هناك حلول تتخذ لأجله. يعني سمعت لحديث الناس وهم يخشون العيد قادم، المدارس بعده مباشرة لا رواتب، الريال يتدهور، الأسعار تتضاعف فوق 3 أضعاف، كل هذه إشكاليات تقلق المواطن. أيوة، ولكن هو ما نقدرش نوقت الحلول اللي ممكن أي شخص يوصي بها بتوقيت العيد. العيد هو قريب جدا، يعني ربما المسألة تأخذ وقت أطول من كده. أولا العملة أنا أشوف أنه هي ستستمر في التدهور، 600 700 حتى ممكن أكثر، هذا وارد جدا لأنه في حالة الحروب بيستوي الكلام هذا، استوى في روسيا، استوى في ألمانيا زمان، استوى في بلدان أخرى، إذن يعني هي ستستمر. بالنسبة للحل الجذري، الحل الجذري هو أن تنتهي الحرب وينتهي الانقلاب بكل تبعاته، لأنه أيضا الانقلاب في عنده خلفية ثانية الذي هي خلفية الفساد التي أنت تشكي منها وذكرتي في أحد الأسئلة، أنه أيضا الفساد والإيرادات وما فيش تحصيل ما فيش، هذا أيضا هو فساد. يعني لازم إذن أنه كل الناس يرتبوا أنفسهم ويحشدوا جهودهم من أجل إنهاء الانقلاب، إنهاء الحرب، واستعادة والقضاء على الفساد بدرجة كبيرة، كسر عظم الفساد بدرجة كبيرة، ثم وضع القطار على السكة وبداية الإصلاحات من كل الجوانب. هذا يعني اشتي أول مرة هذه الخطوة. الخطوات بعدين الباقي الخطوات سهلة، إنه في عندنا مخرجات الحوار الوطني بصراحة قدمت كثير مضامين للدستور الجديد، قدمت كثير توصيات فيما يتعلق ب
السياسة الاقتصادية فيما يتعلق بالانفتاح على العالم الخارجي، قدمت كثير توصيات فيما يتعلق بالحكم الرشيد الذي سيجعل المؤسسات أكثر فاعلية وأكثر نزاهة وأكثر قدرة على حشد الموارد وتقديم الخدمات بأيدي نظيفة للناس. هذا هو المطلوب تقريبا. المشروع هو موجود، مش نظريا موجود، ولكن حتى يتحول إلى خطوات عملية يحتاج إلى فريق عمل. هذه الحكومة لا تصلح بصراحة. نعم، شكرا. هي حكومة غير مناسبة، ليست فريق العمل الذي يمكن أن يقوم بمهمة من هذا النوع الذي نحن نتكلم عليه، لأنه فعلا ظروف المواطنين جدا منهارة. شكرا جزيلا. لازم الخدمات، لكن في الوقت نعم، للأسف لم يعد لدي المزيد من الوقت. شكرا جزيلا لك دكتور محمد القاهري، مدرس الاقتصاد بجامعة تعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. إذن مشاهدينا الكرام، الشكر أيضا لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.